كويس خالص. يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا ان عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهه نظر كل واحد منكم ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنه. اتفضل. الحريه يا دكتور. جميل، الحريه. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطيه برضه يا دكتور. كويس جدا، اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات، كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهه نظرك؟ انت انا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئه فقيره وفي حي شعبي محتاج لعده عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الآخر. المواطن محتاج لإيه حتى يشعر بالأمان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا أنابيب؟ أنابيب، أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. أنت بتهرج؟ أنا ما بهرجش، والله ده بيثبتوهم. ده بيثبتوهم رسم على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات ويروح حاطط لك السنجه وانت قاعد دلوقتي. انت طالب انت؟ اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده انا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ مدرجي ده هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول مدرجي. امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيادة، تقول لي فلات؟ يلا يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فاضي. انت هتقول لي الاخبار يا نهار جمهوريه؟ يلا يلا البيت، البيت. انا بلم منكم بره بقى خلاص. يا سعاده البرنس، خليك كده حلو كده، مددني كلها سهله كده. انا جاي اتسرزق في قلب الجامعه هنا بدل ما اتنطط بره في مظاهرات. عايز تنصت معايا قول لي ادفع لك ارضيه، انما تقعد تهزقني كده وسط الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. وبعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي، وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع قناه السبتيه اهو. احنا ما حصلش خلاص. انا حضرتك لازم احنا في ظلم واقع على خلاص. كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم. وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك. يلا حضرتك. يلا. اما نشوف اخرتها ايه؟ خش يا غلباوي. خش يا غلباوي. مش عايزين نبطل على حد. عم فكري، انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري؟ تفتح. مش معقول، انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحشي.